ولإلقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع وزيارة سمو ولي العهد معنا عبر الهاتف من الدوحة وعلى الهواء مباشرة الدكتور يوسف محمد العبيدان أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر سابقا. نرحب بك بداية دكتور. كما يعلم الجميع علاقات البحرين بقطر تاريخ ممتد وراسخ على كافة الأصعدة وأيضا انعكاس حقيقي لتقارب قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين. أنتم دكتور كيف تنظرون إلى زيارة سمو ولي العهد إلى الدوحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بمسي عليكم جميعا أهلنا في مملكة البحرين، كافة إخواننا وأخواتنا. نحن سعداء اليوم بهذه الزيارة الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة، ونسأله سبحانه أن يجعل هذه الزيارة زيارة مباركة ميمونة مكللة بإذن الله بالنتائج الإيجابية والطيبة التي يرجوها شعب البلدين وكذلك شعوب مجلس التعاون الخليجية. بلا شك أنه العلاقات القطرية البحرينية هي من العمق والشمول، وهي علاقات تضرب بجذورها في أعماق التاريخ. شعب البلدين تربطهما أواصر مشتركة، أواصر القربة والنسب والعادات والتقاليد وأمور يعني قل أن تجتمع بين بلدين. كلنا صحيح في دول مجلس التعاون شعوب واحدة، ولكن العلاقات التي تربط قطر والبحرين يمكن قد تكون لها يعني ميزة معينة أو صفة يعني منفردة. لذلك تجد كل العوائل، العوائل القطرية بينهم أصول مشتركة وبينهم قرابات ونسب، يندر أن تجد يعني عائلة أو قبيلة في قطر إلا ولها يعني أقارب أو أبناء عم في مملكة البحرين، والعكس صحيح. وهذا ما تؤكده الشواهد وأيضا قادة البلدين بأكدونا في أكثر من مرة. إحنا ننظر إلى هذه الزيارة الكريمة على أنها يعني نقطة أو فرصة لدفع مسيرة العمل المشترك بين قطر والبحرين، وأيضا تدعيم مسيرة مجلس التعاون الخليجي. كما لا يخفى أن إحنا رأينا تعاونا كبيرا فيما يتعلق بين البحرين وقطر في مجالات كثيرة، سواء حتى المجال الأمني الذي أشاد به مجلس التعاون الخليجي، وفي مجالات الاستثمار، وفي مجالات الزيارات المتبادلة. وهذه الزيارة سوف تسهم إن شاء الله في تعميق التلاحم وتعميق التعاون. يعني دكتور، في ظل ما ذكرته الآن في يعني خصوصية العلاقات البحرينية القطرية، يعني لها طابع خاص. كما تعلم هناك تعاون بين البحرين وقطر، طبعا هذا التعاون هو استراتيجي وفي ازدهار مستمر والله الحمد، وله أولوية قصوى. كيف ترى دكتور يعني يمكن أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز هذا التعاون البحريني القطري؟ لا شك أن شوف كل زيارة يقوم بها المسؤولين بين البلدين سوف تعزز هذا التعاون، خاصة احنا اليوم يعني نمر يعني في مرحلة تنمية وتطور شامل في البلدين. الزيارة من قبلها التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان حفظه الله كان لها صدع ووقع الأثر الكبير في نفوس أبناء الشعب القطري. يعني الجميع يعني تعبير هذه الخصوصية شاف سمو الأمير وهو يتجول في سوقات وفي المناطق ويزور بعض الألعاب الشعبية والتي يعني تسهم في تعميق التراث، فهذا دلالة قطعية على أن العادات والتقاليد بين البلدين واحدة، وأن البلدين يسعيان إلى يعني الى توطيد هذه العلاقات وايضا الوصول بها الى مرحله التكامل. لكن ايضا طبعا الان عندنا الان احنا امام نواجه ايضا في هذه الظروف، طبعا لا يخفى عليك يعني الخليج يغاصر يعني خطر مشترك ويعني قضيه مصيريه. هاجس الامن يظل هو هاجس الكبير، الهاجس الكبير الذي يؤرقنا، هاجس التنميه الاقتصاديه، طبعا انخفاض اسعار البترول، هذه كلها امور يجب ان يتصدى لها بالدراسه
وبالتعاون المشترك، وكلها تحديات. أنا أعتقد هذه الزيارة التي يقوم بها الآن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان سوف تعزز من هذه المسيرة، وستؤكد التلاحم بصورة أكثر قوة وأكثر تماسك، لأن احنا في قطر متأملين يعني أمل كبير، يعني أميرا وحكومة وشعبا وراء هذه الزيارة، بمثل ما يؤمل به أيضا إخوتنا المحررين في هذا المجال. أكيد بلا شك. إذا من الدوحة الدكتور يوسف محمد العبيدان أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر سابقا، شكرا جزيلا لك.